game designer. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. طبعا هذا هو الدرس الأخير من دروس الغزال واللي بدأناه من تقريبا 8 دروس سابقة. في هذا الدرس راح نتكلم عن كيفية هروب الكائن من الخطر أو من الإنسان اللي يهدد حياته. طبعا ما راح ندخل في تعقيد قتل الكائن أو غيره، لأنه راح نخليه إن شاء الله في سلسلة خاصة، فقط راح نتكلم عن كيفية هروبه من الخطر. طبعا بإمكانك تطبيق هذا الدرس على أي حيوان يكون يعني يخشى الإنسان. الحيوانات الثانية مثل الفيل أو الأسد ما راح تقدر تطبق عليها هذا الشرح، لأنه ما تخاف شوية فيكون عندها القدرة على مواجهة الإنسان. طبعا مثل ما تشاهدون النتيجة النهائية للدرس بعد ما قمت بأكثر من محاولة للتأكد من بياناتها البرمجية، فإن شاء الله نبدأ معاكم الطريقة وحتشوفون إن شاء الله أنها سهلة وبسيطة وما تحتاج إلى أي تعقيد. شيء جميل. أوكي، طيب نبدأ معاكم شرح اليوم بالدخول إلى ملف الكائن الغزال، ثم الدخول إلى ملف AI Stage Blueprint وليس Stage Blueprint الـ AI الكنترولر. اوكي، من الاد كومبوننت هنا راح اضيف AI بيرسبشن، تمام، راح اخليه بنفس المستوى. ومن بيانات الاي اي بيرسبشن هنا راح اروح الى AI بيرسبشن واضغط على الزائد هذه element، وراح احدد هنا AI site config، تمام. ومن بياناتها هنا راح ادخل على sense وعلى detection by affiliation، واحدد البيانات الثلاثة هذه الخاصة بالenemies وnaturals والfriendly، تمام. ومن ديمون سينس راح احدد AI سينس سايت، تمام. راح اقول لكم بايل وسيف. طيب من منطقة فاضية هنا اسفل البيانات هذه، والاي اي بيرسبشن محددة، انزل اسفل هنا واروح الى اون تارجت بيرسبشن، تمام. من هنا راح اطلع برانش، جميل. ومن ستيمولس راح اطلع بريك وحوصله ب successfully sensed كذا، تمام. من اكتر هنا خلوني اطلع برنت سترين، او راح اطلعه من ترو هنا يكون افضل، print string. اوكي، راح اوصل هذا بأكتر، تمام. ومن هنا ممكن نطلع اباند، وراح اوصل هذه بالبي وليس بالاي، وهذه اوصلها مباشرة هنا، وراح اكتب هنا مثلا detected. اوكي، طيب نقول الان كومبايل وسيف. لما ارجع الى القطيع راح الاحظ هنا بياناتهم انهم اخذوا بالهم مني، لاحظ. طبعا كل كائن يشعر فيك راح يطلع بياناته على اليسار فوق، طبعا العدد هنا قليل عشان كذا شعورهم فيه قليل شوية، راح أكثر هذا العدد مثلا نخليه من 8 إلى 30، تمام. وراح أبتعد هنا شوي، لاحظوا هنا بدأوا يشعرون بوجودي. طبعا الأرقام هذه هي أرقام الغزلان الموجودة. أوكي، مسألة ممتازة لحد الآن.
نكمل معاكم. طيب نحتاج حاليا الى فانكشن يكون خاص للتهديد. طبعا هذا الفانكشن المفروض انه ينشأ عن طريق اللاعب الاساسي اللي عندنا، تمام. طبعا هنا انا انشأت هذا الفانكشن، لو تلاحظون هنا mbc-thread. طبعا طريقة انشائه جدا بسيطة، انك تروح بزر الماوس الايمن الى البلوبرنت وتختار بلوبرنت انترفيس، فلما يفتح لك بلوبرنت انترفيس تحدد فانكشن جديد وتكتب is thread، تمام is thread. بعدين من الاوتبوت تختار thread وتخلي مثلا بوليان، اوكي، وتقول له كومبايل وسيف، فحيكون عندك فانكشن هنا جديد. طبعا هذا الفانكشن الجديد ما نستخدمه الا مع اللاعب الاساسي، فنروح للاعب الاساسي اللي هو اليكس هنا، تمام. هذا هو الفانكشن. طبعا كيف نستدعيه؟ نضغط على class setting هنا ونقول له add thread، اوكي، حينضاف لك هنا، تمام. لاحظوا لما تروح الى الانترفيس حتلاقيه برضو هنا، حتضغط عليه مرتين حيفتح لك هو، تمام. حتضغط على فقط صح هنا thread صح علشان يفعل ميزة التهديد. طبعا هذه نسويها في اللاعب الأساسي لأنه حيكون مصدر تهديد لمجموعة من الكائنات. فنقول له كومبايل وسيف، أوكي. طيب الآن نرجع إلى اللاعب الأساسي الخاص فينا، أقصد اللاعب الغزال. نروح إلى ستاج بلوبرنت، تمام هنا. بس قبل ما نشتغل على ستاج بلوبرنت نرجع الى الاي اي ستاج بلوبرنت هنا. راح اوسع شوية هنا، احتاج الى مساحة، اوكي. من هنا برضو راح اطلع برانش جديد، او لا قبل برانش نقول له is thread، اوكي، اللي كوناه من شوية للاعب الاساسي اليكس، اوكي. ومن هنا حوصله برضو بالأكتر، تمام. ومن as a thread راح أطلع برانش حتى يقبل الشرط الجديد، هذا هو الشرط thread تهديد يعني، أوكي. هقول له compile وsave. طبعا حتى تتأكد إن البيانات صحيحة أيضا إحنا مفعلين هنا خاصية prince string، فنرجع الى اللاعب، نبتعد مثلا، لاحظ، خلوني بس اعدل حاجة هنا. راح اضيف ايضا قبل detected راح اضيف thread، اوكي. راح اقول له compile وsave. راح نجرب الان، لاحظوا thread detected character blueprint، اوكي، يعني بدأوا يتحسسون بوجودي. أنا الحين مصدر خطر لهم، ولكن لسه ما فعلت ميزة الهروب. برضو نحتاج إلى function جديد. نروح إلى stage blueprint ومن class setting هنا راح أحدد mbc interface، راح أدخل عليها من المكبر اللي هنا. لو تلاحظون أنا برضو كونت report thread. طريقة التكوين جدا سهلة، تضغط على الفانكشن وحتحدد ريبورت ثريد، تمام. ومن الانبوت حتكتب ثريد، ومن الصيغة تختار اكتر اكتر وتختار اوبجكت ريفرنس، تمام. حيطلع لك هذه البيانات، اوكي كذا، تمام. حتقول لكم بايل وسيف، حنستخدمه الان مع اللاعب. طيب برضو راح اضيف فانكشن جديد وراح اسميه is alerted هنا، لاحظوا. وراح اضيف له الاوتبوت واخلي بوليان واكتب yes and no، تمام، yes slash no، راح اخلي بوليان
طبعا حيكون اسمه is alerted، راح احتاجه. اوكي بهذه الطريقة حتى احدد صح ولا خطأ، واقول لك compile save. الان راح اروح الى stage blueprint هنا، طيب، وراح ادخل على هنا الانترفيس الى is alerted اللي سويته هذا، تمام، وراح انشئ هنا function جديد وراح اسميه alerted. اوكي ونقول لكم compile وsave، تمام. طبعا alerted هنا لابد تكون في الديفولت false وليس true، اخذها واحطها عند yes or no، تمام، اقول لكم compile وsave. الان ارجع الى stage blueprint هنا عند event graph، وراح استدعي report thread اللي سويته بالانترفيس event، تمام، وراح اخذ الالرتد هنا، او خلوني اخذ thread بداية، طيب ناخذ الالرتد، تمام، اقول له set، راح اقول له صح، حوصل هذه هنا، ومن هنا راح اقول له بريموت تو فاريبل، تمام، وراح اسمي هذا الثريد، طبعا انا سويته هنا، اوكي، بامكاني اسويه من جديد علشانكم، نسحب هذه ونقول له بريموت تو فاريبل واسمي هذا ثريد، اوكي، حوصل هذا هنا، ممتاز. قول لكم كومبايل وسيف. راح اروح الى برضو ستيج انيم بلو برينت، تمام، والى الايفنت جراف هنا. لاحظوا احنا سوينا حاجة اسمها ابديت سبيد، راح اخش عليها هنا، اوكي، طيب من ستاج انفو هنا راح اطلع is alerted message، تمام، راح اوصلها بهذه، وهذا راح تتوصل هنا، طيب من desired movement هنا راح اطلع ضرب vector float، ومن فيكتور هنا من فلوت اقصد راح اطلع سلكت فلوت، راح اوصل البيك اي بي يس اور نو، راح اخلي الاي هنا 2 والبي 1، طيب مقياس السرعه هذه راح اوصلها بالدوت الاولى فوق، وهذه راح اوصلها بالدوت الثانيه فوق، لانه خلاص هنا كانت موصله بديزاير موفمنت، الان وصلتها بالضرب هذه، تمام، اوكي، نقول له كومبايل وسيف. طيب الان نرجع الى ستاج بلو برينت، والى هنا جيت موف لوكيشن، تمام، نلاحظ ان عندي بيانات بسيطة هنا راح نطورها، طيب اوكي هذه راح احذفها حاليا. من هنا راح اقول له select vector، اوكي، وراح اخذ thread هذا اللي هنا واقول له get alerted no thread، اوكي، ومن ثريد هنا راح اقول له is valid الفانكشن، راح اوصلها بالبيك 1، طيب بالنسبه للبيك اي لا اتوقع نخليها بيك بي، خلينا نجرب بيك اي، راح اقول له get actor location، جميل،
اخلي ليجمنت ستريت، راح اوسع هنا، ومن الثريد راح اختار جيت اكتر لوكيشن. اوكي هذا راح اخليها في البي، اوكي، وهذه اخليها بالاي. جميل. او لا، هذا المفروض ما يتوصل بريك. هذا راح اقول له من هنا جيت يونت دايركشن فيكتور، تمام، راح تتوصل برضو بهذه. نوسع. اوكي، من جيت يونت دايركشن راح اقول له ضرب فلوت ام فيكتور، وراح اخلي هذا 5000 حاليا، ومن هنا راح اقول له زائد فيكتور فيكتور، راح اوصله بهذا الدايركشن اللوكيشن اقصد. اوكي كذا، وهذا راح اوصله هنا بالاي. اوكي كذا مناسب. طبعا هذه ممكن اغيرها فيما بعد بناء على المسافة اللي احتاجها. راح اقول لكم كومبايل وسيف. راح اروح الى الايفنت جراف هنا عند ايفنت ريبورت ثريد، وراح اخذ الهيرد هنا لاني احتاج اني انبه الهيرد بوجودي له القطيع، وراح اقول له من هنا فور ايتش لوب. اوكي راح اوصله هنا بثريد، ومن اري اليمنتس راح اقول له set alerted. اوكي حتتوصل برضو هنا، وراح اقول له صح، حفعلها. تمام. طيب الان نرجع الى الـ AI stage controller blueprint، ومن هنا طبعا نحتاج ان احنا نتحكم بالحركة، لاحظوا، وبالتفاعلات الثانية. طيب من هنا راح اقول له، خليني اقرب، من هنا راح اقول له get controller pawn. اوكي، ومن get controller pawn راح اقول له is alerted message، راح اوصلها هنا، وهذه تتوصل هنا. طبعا عندي هنا شرط بحيث اني لابد من النيو ام بي سي هنا اطلع سلكت. تمام. اوكي، وهذا الاندكس حيتوصل بالشرط مباشره. طبعا في حاله الفولس حياخذ عده امور هنا، من ضمنها الرومينج والايتينج والريستينج، وفي حاله ثرو حيستخدم الرومينج. تمام، هذا اللي احتاجه فقط. اوكي كومبايل سيف. طيب الان راح لا اوكي من نفس هنا الـ AI controller راح انزل اسفل هنا عند البريسبشن. اوكي، ومن هنا راح اقول له get controlled pawn. اوكي، ومن get controlled pawn راح اختار report thread message، هذه راح اوصلها هنا، او من ترو مباشرة هنا لاني خلاص انتهيت منه. تمام، اتوقع اني ما راح احتاجه. اوكي، او من الثريد هنا راح اخذ الاكتر. تمام ثريد. اوكي الان نقدر نروح الى الفولورز. طبعا خلصنا من الليدر تقريبا، نروح الى الفولورز ستاج بلو برنت فولورز هنا. تمام، حاليا راح اروح الى الانترفيس الى ريبورت ثريد، راح اقول له امبلمنت فانكشن، حيعطيني اياها هنا.
راح اخذ الليدر تمام واقول له جيت، ومن الليدر راح اقول له ريبورت، ريبورت ثريد هنا هذا هو تمام، راح اوصل الثريد بالثريد وهذا هنا، ومن هنا راح اقول له سيت alerted اوكي راح اخليها ترو صح. طبعا لاحظ مهم جدا الالرتد يكون بالديفولت فاليو فولس مهم. اقول لكم كومبايل وسيف. طيب بامكاننا نجرب الان، خلينا نشوف، نروح الى هنا سيف اول. طيب خلوني ابتعد شويه اوكي واقول له بلاي. طبعا حياتهم طبيعيه الان، لما اقرب منهم حيلاحظون وجودي. المفروض الليدر يبدأ بالهرب، لاحظوا الليدر هرب، حيتبعون الليدر بناء على الخوف اللي أصدرته أنا تهديد. لاحظوا طبعا حركتهم بطيئة طبيعي، لأنه الروت موشن أساسا أنا خليته 600 نفس حركة اللاعب، فلما أركض لاحظوا حيكونون بنفس السرعة الخاصة فيني تمام. ف بإمكانك زيادة الروت موشن مثل ما تحب. طيب هنا طلع عندي خطأ، اتوقع الخلل من الستاج بلوبرنت. خلونا نشوف من هنا انه لابد يكون هذا في البداية تمام وهذا هنا، خلوني نعكسها بس اوكي، هذا هنا وهذا هنا كذا تمام، يعني اتوقع هذا هو الخلل اللي صار. طيب نقول لكم بايل وسيف. برضو نحتاج نروح الى هنا get move location. لاحظ احنا وضعنا هنا في get random reachable 5000، فالمفروض هنا يصير اكثر من 5000، نخليها مثلا 15000 اوكي. اقول لكم compile وsave. برضو عندنا الفيوبورت، عندنا هنا بعض الامور لابد تنتبه لها بالنسبة للقائد الكبسول كومبوننت اوكي. نروح الى الكولاجين، لابد يصير بنفس البيانات هذه، الكولاجين بريست يكون كاستوم، والكولاجين انيبل يكون كولاجين انيبل، ونسوي اجنور للفيزيبيليتي والبون تمام. بالنسبة للكبسول للليدر نروح الى الكولاجين ويصير هنا نو كولاجين تمام. الفولورز لو رحنا الى الفولورز نقول كومبايل وسيف، نروح الى الفولورز الان، الكبسول كومبوننت للفولورز يصير كولاجين بان تمام، بالنسبه للكبسول يصير اوفرلاب اول دايناميك. فقط هذه الامور المهمه اللي لابد تركز عليها تمام. نرجع الان هنا اوكي، خلونا نشوف اذا اللاعب اوكي اموره طيبه ولا لا. اوكي نبدا الهجوم الصاعق عليهم. طبعا لابد ياخذ باله مني طيب اوكي بدأوا ينتبهون لي
طبعا بدأوا الآن يتبعون القائد، حركتهم بطيئة، لكن القائد هرب. كي طبعا مهما تركض معاهم حتكون الحركة نفس الحركة اللي إلك. لاحظ القائد هرب بعيد. اوكي طبعا اي اخطاء تجيك ممكن تكون اخطاء من البرنامج نفسه، بامكانك تستبعدها. في اكثر من طريقة ان احنا بامكاننا نعمل طريقة الهروب للغزلان. بامكاننا نشوف فيما بعد ايش الطريقة الامثل، ولكن هذه الطريقة برضو جميلة ومناسبة. الان يلا بامكاننا نتبع القائد وين ما يروح. طبعا جميل انك تلعب مع الغزلان كذا. شوف القائد اسرع مني طبعا، لاحظوا القطيع يلحق واحد واحد. يلا شباب الحقوا البابا. ف شيء جميل انهيناها. طبعا اي خلل يجيك ما عليك منه، حيكون ممكن خلل من البرنامج نفسه مو من البرمجة. طبعا هذا كل شيء لهذا اليوم، اتمنى يكون الدرس عجبكم. طبعا حيكون هذا اخر درس من دروس الـ AI ان شاء الله، وراح نستكمل معاكم في الدروس القادمة تطوير لعبة العالم المفتوح والبيئة. اشوفكم على خير ان شاء الله، معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة. شيء جميل.